المكان ده بالنسبة لي من احلى الاماكن اللي بتعمل طارت في اسكندرية. هو مكان صغير قوي كده بس لما هتشوفه من بعيد هيلفت انتباهك. انا كنت معدي بالصدفة كده ولقيته، بس لما لقيته مكان صغير كده قلت بس المكان ده اكيد متخصص في حاجة. ولما سألتهم بقى عرفت ان هما متخصصين قوي في البسكوت. فتفتكروا معايا كده مكان متخصص في البسكوت الحلويات بتاعته تبقى حلوة. فاحنا هنشوف دلوقتي ونشوف المكان الصغير ده هل فعلا بيعمل حاجات حلوة وتستاهل التجربة ولا لا. وانا اصلا كده كده من محب البسكوتات والحلويات، فبقول لكم ايه تعالوا نجربوه. فجبنا شكل كده من عندهم كذا حاجه عشان نجربوهم ونقول لكم راينا فيهم. اول حاجه الصراحه كان نفسي اجربها وهي التارت الكيندر. البسكوته ما فيهاش غلطه، بلس كمان ان الكريمه دي مع الشوكولاته كيندر فبجد دي طعمها عالمي. واللي لازم بجد دي اول حاجه تجربوها من هنا. وتاني حاجه وهي التارت لوتس شكلها خطير بجد. البسكوت لوتس مع الكريمه واللوتس وجرنشه اللوتس بجد طعمها تحفه. تقريبا كده دول احلى تارت انا اكلتهم من اول ما السنه بدات. اللوتس بجد دي وهميه بجد، برافو على اللوتس ده، ده والله اللوتس مش طبيعي. جربنا برضو الدايجستر ده وده بيبقى فيه شوفان مع دارك شوكليت. ريحه الدارك شوكليت واضحه قوي، طعم الدارك شوكليت غني قوي مع سنه مراره، هي طعمها ريتش قوي. جربنا برضو السابيلي لوتس ودي الصراحه كانت عالميه بس الدارك اقوى منها بكتير. والسابيلي ميلك دي بالنسبه لي كانت اقل حاجه، هي والوايت شوكليت كانت خفاف قوي مش زي الدارك ولا زي الكوكو. واللي يعتبر كانوا قريبين قوي من بعض في الطعم وهي الاوريو والكوكو. والدارك برضو في السابيلي لازم تجرب. والتوكسي دي قريبه قوي لشوكولاته بابلي. بصوا هو المكان بيعمل حاجات كتير تانية كده بس دول الحاجات اللي انا جربتهم. بجد الناس اللي بتحب الحلويات كده زيي فده كنز. ما تنسوش بقى تسالوا على الشوكولاته البار اللي هم بيعملوها، بجد جربوها تحفه هتعجبكم قوي. ودي بتبقى شوكولاته دارك مع زبده فول سوداني مع عجوه. بصوا كميه سعرات تكفيكم الاسبوع كله، ميكسات كتير كده في بعض بس هتعجبك. جربنا برضو الدونات سوايت شوكليت ودي كانت عاديه الصراحه ما ابهرتنيش في حاجه. لا هم الحاجات التانية متميزين فيها قوي. لقيت عندهم سوفت كوكيز ودي هم بس اللي عاملينها، خليهم بس الاول قبل ما تاكلها يسخنوها لك في الميكرويف. دخلنا بقى على الكحك واخيرا عشان انا تعبت من السكريات في كذا نوع كحك كده هقول لكم عليهم تجربوه. دول اكتر حاجات عجبوني من هناك. جربوا البسكوت زعتر والبسكوت زبده والبسكوت لوز والبسكوت قرفه والدار وبسكوت الشوفان ومعمول بقى على حسب ما تحب يا ملبن يا عجوه. نسيت برضه اقول لكم على بسكوت الكوفي والشاي. ما تنسوش بقى اخر حاجه تجربوها بطنس ليه حلواني والسامبايتس. اعملوا فولو لايف والمكان ده هو لوبيتي بام بيكري اللي موجود في سبا باشا على التراب قدام بنك القاهره. فبقول لكم ايه جربوه قولوا لي رايكم.